حضرتك شايفه ينفع يبقى نجم في المهرجانات؟ خلينا بس في الفن بتاعنا كده عشان ايه. خلينا في الفن بتاعنا، انما هم يعني انا بحبهم وشايف الناس بتسمعهم، وفي ناس بتسمعهم ولما الناس عمرها ما بتروح لحاجه الا لما تبقى عايزاها. طالما بيأدوا حاله سعاده للناس، الناس حره. انا ما اتدخلش في احتياج الناس وذوق الناس، انا اقدم سلعتي سمعوها اوكي، ما سمعوهاش راحوا لغيرها، دي حريتهم. وبالك ما حدش واصي على حد يعني، ده النقطة اللي أنا، وإلا لو كانوا واصيين ما كناش إحنا طلعنا، كانش محمد فؤاد وجيله طلع. لا، في ناس كانت رافضانا وكانت رافضة وجودنا خالص، ولكن الناس أصرت علينا، فالناس هي اللي بتقرر في ده. أنا عايز أكلمك عن وجبة أول يوم رمضان. إيه بقى أول يوم رمضان لازم تفطر إيه؟ لازم افطر ايه اللي ربنا يبعته يا عم في كده. انا عايز ارجعك لاغنيه مش حبيبه حد فينا. اغنيه ما شاء الله عايشه لحد النهارده، كلماتها يعني عايزك تسمع الكواليس بتاعتها. كنت متوقع نجاحها لحد الوقت الحالي انك تكون علامه فارقه. اي اغنيه لينا مش هيد البوم يعني، لكن ضمن البوم. احنا ما بنلعبش على كلمه هيد دي على فكره، يعني قليل جدا لما لعبنا على اغنيه تبقى هيد. احنا بنعمل البوم كامل متكامل، كل اغنيه فيه ليها يعني أسبابها ومعطياتها وهدفها عشان تروح للفئة اللي ممكن يعني تتعاطف معها أو تلمس معها نقطة في حياتها. هي دي النقطة بتاعي، يعني كل أغنية بتبقى كده بالنسبة لي، بتبقى هد لوحدها يعني. بس إنما هد وباقي الأغاني أي كلام، لا عملناش ده. فتلاقي لنا أغاني مش اسم الالبوم بس ليها معروفه يعني. ممكن نشوفك السينما الفتره اللي جايه يعني، تنتج لنا عمل حلو كده ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله قريبا باذن الله. شكرا، كل سنه طيبين. شاكرين يا جماعه، رمضان كريم عليكم. تهنئه لجمهورك برمضان، كل سنه طيبين ورمضان كريم، ووحوي يا وحوي، وحلو حلو، وانبسطوا، ورمضان حلو ان شاء الله، وربنا يجعله بركه علينا كلنا. Santa Cruz.